مرحبا متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله جميع بصحة وخير وسلامة. اليوم نصور لكم منطقة خمسة حصاروك، او بالكردي يقولوا بينجي حصاروك، لان صار كثير طلب عليها من الاخوة والاخوات على هاي المنطقة، يعني في استفسارات. صراحة هذا الشارع المال الرئيسي اللي يعني جاي تشوفون منطقة خمسة حصارك تقع بين 120 بين شارع كويا وأيضا بين منطقة قلاوش ومنطقة زيلان يعني كورنيش. المنطقة مثل ما جاي تشوفون يعني هي منطقة شعبية حتى نكون واقعين، بس هي تبعد عن مركز مدينة عبير 12 دقيقة. يعني على الطريق الخارجي يعني ما نتأسى راح ندخل على الأفراع والمناطق. بالنسبة للبيوت السكنية الموجودة هنا حاليا اكو حجم 125 متر و250 متر. ال 125 متر مساحاتها تبدي من يعني عفوا اسعارها تبدي من 75,000 دولار حد 85,000 دولار، الايجارات من 300,000 ل 500,000 دينار. هذا السيد الرئيسي مال بيجي حصاره. هذا المشروع جاي اسوي تابع المجمع ايضا احسن مشروع. بالنسبة للمساحات ال 250 متر تبدي من 110,000 لحد 130,000، ايجارات من 400 لحد 600,000 دينار. هاي خمسة حصارات. والقيعان هنا اسعار تبدي يعني 250 اكو 125 تبدي اسعار من 50,000 لحد 60,000، وال 250 متر تبدي من 8,000 لحد 110,000 دولار. هاي منطقة خمسة حصارات. طبعا مجمع كبير، عفوا مجمع مدينة، منطقة كبيرة. وأيضا حتى نكون واضحين هنا الكهرباء يعني وطنية اكو، يعني إذا الكهرباء الرئيسية موجودة وما عدا ذلك يعني كارد يعني أمبير كهربائية، والمي وهاي كلها يعني تابعة البلدية منطقة. ده شوفوا الأزقة مالتها والبيوت والحدائق، يعني اكو حدائق صغيرة يعني مو كثيرة يعني تابعة للمنطقة، متوفر فيها يعني كثير يعني اكو ماركتات مطاعم اكو خفيفة يعني مو تقول مطاعم رسمية. جاي تشوفون المنطقة يعني منطقة مرتبة نظيفة، كل مناطق اربيل هي مناطق مرتبة ونظيفة. فقط اللي يميزها يعني انه الشوارع اذا تكون ضيقة او لا، او اذا في مكانات يعني خاصة للعب الاطفال او شيء. يعني هناك مدارس ايضا حكومية ماكو وحدية، وهي قلت لكم منطقة قريبة عن مدينة اربيل 10 دقائق 12 دقيقة بالسيارة. جاي تشوفون الافرع والازقة، هاي الساحات فارغة اقيعان اكو افرع صمود. منطقة كبيرة مو صغيرة، بس مثل ما قلت لكم هي تتصنف المناطق الشعبية. ولا انا حرام صراحة ما احب التصنيف، بس حتى يكون واضح يعني ده انا من الصنف هاي التصنيف حتى الشخص اللي يعرف وين راح يجي. جاي تشوفون انتو المكان من الخارج كيف هو الشوارع اللزقاني، يعني جاي تشوفون ترتيب مال البيوت. البيوت كلها طابو، اي شخص يحمل الجنسية العراقية يقدر يشتري بيت، ما على ذلك ما يقدر لان يعني صراحة القانون العراقي هنا بالاقليم يتطبق انه صعب. يعني ايجارات اوكي بس ما الاملاك لا. يعني الشيء الوحيد اللي غير الاجانب يقدرون يشترون هو حاليا فقط السيارات الارقام البيضاء، غير عراقيين يعني يقدرون يشتروها، يطلعون لهم اجازات سوق. ايضا ابو الغاز يفتر، ابو الغاز يوقف السياره بالطريق ولازم ننتظر حتى يودي الغاز. الشيء الحلو انه هذا الغاز الدليفري يعني اللي يتوزعون، شيء جميل. مجمع يعني المنطقه شفتوها يعني من كل النواحي، بس راح نطلع من الطريق. هي طبعا صار خلف مجدي موظف مباشرة، ايضا يعني مجدي مو مجدي موظف يعني عفوا مجمع يعني مشروع مجدي، ومجدي ما شوية صار الاسفل. لا تشوفون انتو يعني الافرع والازقة كيفية. منطقة هادئة يعني اربيل تمتاز بالامان والنظافة والترتيب كل مجمعاتها. هنا جاي تشوفون يعني حتى الحيوانات اللي بحقوق جاي يفترون، بعرف انه تربية الدجاج
الدجاج يعني مسموح الظاهر بالبيتان، صراحة ما كنت أعرف إنه هذا الشيء موجود. أطفال أيضا يلعبون بالشوارع عادي طبيعي هنا، فلازم شوية واحد يكون حذر بالسياقة. ولهذا يعني مسوين مطبات كثيرة على الشوارع حتى لحد السوق بالسرعة. جميل هذا الفرع كله جميل. الشيء الحلو لما نشوف أشجار يعني بالخريف تتساقط، صراحة للأسف حاليا بالتربيل يعني جاي يصير إنه تسجيل يعني جاي يصير نحو دائمة الخضرة يعني، فما الإنسان ما يقدر يميز يعني نكهة الخريف أو نكهة الربيع لما تتفتح الأوراق من الأشجار والورود. أنا أتمنى إنه هاي الفيديوهات اللي أصورها جالس أستفادوا منها كثير، يعني عم تشوفون الأجواء العامة مع المناطق اللي بأربيل. يعني سووا حملة إنه سووا السلات يعني مع النفايات سووها بالسيال، بس أعتقد ما نجحت كثير، يعني لازم أغلفها بنايلون يعني ما تقدر. يا الله ما تقدروا أنتم بدون تغليف نايلون. راح نرجع راح نروح على سعيد اطلع من رسمي اطلع رسمي افضل نشوفون على سعيد الرئيسيات. راح نرجع حتى تشوفون هي كم بعيدة عن مجي مول، هي قريبة جدا يعني بالسيارة 5 دقائق على مجي مول البوابة الخلفية مالتها. طبعا هاي الايام الاسواق شوية بالاقليم اعتقد بالعراق نفس الشيء، جاي تشوفون يعني تصاعد كثير كبير موضوع الدولار، يعني عدم استقراريه بالدولار بسبب عدم استقراريه بالسوق. صراحه احنا هذا شوي يزعجنا يعني، بس احنا حسب ما اعرف احنا بالبوكستان التعامل كله بال يعني تشتري سياره يحكوا لك بالدولار، تشتري بيت يحكوا لك بالدولار، تشتري حتى الشركات 700 شركات توزيع مبيعات بالدولار، يعني حتى يعني تحجز مستشفيات هاي يعني اغلبيه كثيرة بالدولار، بس حجز الاطباء وهذه يعني قليل ما يصير تعامل بالدينار احنا. يعني هو صح انت تعطي الدينار بس يعني التعامل الرسمي، يعني هسه اذا انت تشتري بيت ما حد يقول لك ب 40 مليون، لا يقول لك انا هسه جاي اشوف الاسعار كلها بالدولار جاي اقول لك، او قاع او سياره او اي مستلزمات اخرى كلها بالدولار. يعني بعدين هو يضرب لك اياها بالدينار ايش قد بقت البقاله، يعني الاسواق اللي خاصه بالمنتجات الاستهلاكيه والمنظفات يعني ماركتات الملابس هاي اغلبيه تكون بالدينار يعني، اما العام لا. فيعني هذا الصعود الدولار راح ياثر فقط بالعمله العراقيه، انه يعني انا حسب ما يذكر انه يريدون يصعدون العمله يصير 145 دينار، هذا ما نحبه يعني، بس يعني يصير صراحه يعني. لكن انا يعني موضوع ان الدينار يصعد يعني الدولار يصعد 145 يعني، وشخص يجي يقول لنا هذا راح ياثر سلبا على البضائع راح تصعد، يعني البضائع الزراعيه يعني الغذائيه والمنظفات يعني ليش تصعد؟ طبعا هذا مجمل على اليمين، هذا السياج معلم تشوفونه. يعني الصعود هذا يعني ليش يصعد؟ يعني انا ما افهم. يعني تركيا يعني مثل ما يعرف الجميع انه من الشهر العاشر العام حدث صعد الليرة من 350 صار 750 ليرة، واحنا العراق ما شاء الله 900 جاي يستورد بضائع من تركيا زين. يعني ايران من 400-500 الف تمن صار 2.5 مليون تمن، يعني ايضا سنة كاملة صعدت وهم جاي يستورد بضائع من ايران. يعني العراق معتمد على هذا البلدين 99% باستيراد البضائع، يعني موضوع البضائع الاستهلاكية وملابس وهاي يعني اللي تجي من هالبلدان. يعني ما افهم ليش يعني راح يصير الصعود بالاسعار. يعني ترى انا حبيت اني ادخل من بدايه البوابه من المجمل خلف ما حدا حتى اشوف الواجهه مره السنه كيف صايره، مهتمين بيها كثير. فيعني هاي موضوع الدولار يعني بالعكس انا برايي لازم الدوله تضغط انه حتى اذا صار تغيير بالاسعار انه ما تسمح هسه تغيير بال هون. طبعا بربي في منافسه كثيره بالسوق يعني صراحه، يعني اذا حتى لو الدينار تغير في الماركتات جالس يصير منافسه كلش قويه بين بعضها الاسواق حتى يجذبون الزبون، يعني في منافسه غير طبيعيه هنا على هاي الامور. فلذلك اعتقد يعني الصعود هذا اذا استدريجي راح ياثر يعني
بس يعني لازم الدولة ما تسمح له يعني. يعني انتم البلد اللي احنا جالسين نستورد على البضائع الشركات يعني، مهما واحد يقول لي جاي حول عملة صعبة ادري، بس انت البضاعة تصير معدوم يعني خاص يعني، ليش هي تسمح هذا الشيء يعني؟ احنا ما شفنا انه منتجات نزلت اسعارها. على كل حال اتمنى شو انتم استفادتوا من الفيديو اللي طرحته عن موضوع 5 اسعاره. ان شاء الله كلنا امل انه تحسن الوضع وتستقر، واتمنى لكم وفقية ونجاح وأطلع نهاية أسبوع سعيدة. تحياتي لكم جميعاً.